منقات اللاصق تبع الحنة نشيلها بالطريقة، ومن بعد ما نكون نظفنا البشرة مزبوط نلزقها مزبوط على الأطراف تناخد النتيجة اللي نحنا بدنا إياها. بجلو خصوصي للجسم بدنا ننتبه نغطي كل الفتحات الموجودة لتطلع الرسمة مظبوطة. من بعد ما نغطي الفتحات مظبوط بدون استثناء مثل ما شايفين أنا نقيت البلو والسيلفر، بدنا نعبي مظبوط كل الفتحات بالتساوي ليطلع عنا شي حلو. بطريقة شوي شوي ننزع اللاصق عن اليد، وبهيدي الطريقة عملنا كليتر تاتو حلوة وسريعة.